هكذا تتواصل انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم سن اللقاية في هذه التحديات وهذا التواصل الجميل. تتواصل الانطلاقة وتوصل في هذه الانطلاقات، ينطلق أحد أشواطنا في هذه الفترة الصباحية مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط 13 في انطلاقات الأشواط لسن اللقاية والخاص بالإبكار المحليات الأصايل. تتواصل المسيرة والشوط الذي يسبق شوط الختام وشوط أشواط هذه الفترة الصباحية. نعود إلى المراكز الأولى، نتقدم إلى المركز الأول، نرى هناك السيطرة وشعار بن زيتون الحاضر والمقدم لنا انذار وهذا حمود بن سيف بن محمد المهيري الذي ينطلق بالمركز الأول، بينما شعار بن مفتاح كذلك الحاضر والمقدم هذه الإنجازات العملاقة والجميلة، بينما هناك تتواجد منصورة محمد بن مبارك بالطماطم العفاري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز شواهين محمد بن مطر بن سيف بن لاحج الهادري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ياتي شعار الربيعي ومع العاصمة لمحمد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد في خامس المراكز الظفرة محمد بن حمد بن شميل الراشدي على المركز الخامس، بينما المركز السادس شوف الدخول على سادس المراكز من الجانب الآخر هذه البويضة لناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي تدخلت في هذه اللحظات ووصلت اليروة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، هذا الاسم القالي عند سعيد بن مطر الرميثي واليروى في هذا الانطلاق، بينما المركز الثامن وصلت في ثامن المراكز مشاهدين العزاء وتقدمت هنا غزوة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، والمركز التاسع شوف الدخول من سلهودة عبيد بن عامر بن حميدي بالعمى الشامسي، والمركز العاشر هناك وصل بن شريم الفاخرة سعد بن طالب بن شريم المري، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة، وهناك نسير مع المركز الأول منصور محمد بن مبارك بالطماطم العفاري غيرت إلى مقدمة الشوط وبدلت الموقع وانفردت بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق والجميل على مقدمة الشوط بشعار بن مفتاح القادم والمحمل السلامات لهالي زاخر واصل الذروة في هذا الموسم شعار بن مفتاح الحاضر والمتقدم. يا سلام واليروة غادمة و1200 العنوان الرسمي العنوان ولافتة 1200 وواصل ممثل السمحة كذلك مع اليروة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فتواجد للبويضة ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي على المركز الثالث، والمركز الرابع المركز الرابع تقدمت في رابع المراكز ووصل بن دحروي من الجانب الآخر، الله يا سلام هذه وصلت ملفتة مشاهدين العزاء منصور بن محمد بن دحروي العامري الذي تقدمت، راحت الأمور انطلقت الأسماء بالمركز الأول منصورة محمد بن مبارك بالطماطم العفاري على المركز الأول على الانطلاق الأول، اليروة في المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الثالث مع بن منصور بن محمد بن دحروي العامري، هذه الثلاث المراكز ملفتة للأنظار ولكن لازالت اللي في المركز الأول اللي مسيطرة منصورة وملفتة غادمة منصورة وملفتة ملفتة الله يا بن دحروي الله
يا بن دحروي. يا سلام، تهانينا تهانينا وسلاماتنا، صباح الخير يا اهالي مرقم، تستاهل يا بن دحروي، تستاهل هذا الشعار القادم والمقدم الانجازات الكثيره والعديده. هذه ملفته لمنصور بن محمد بن دحروي العامري، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق اليروى. في المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، المركز الثالث البويضه، في المركز الثالث ناصر بن غدي بن حمدان الوهيبي، والمركز الرابع وصلت في الظفره لمحمد بن حمد بن شميل الراشدي، والمركز الرابع الخامس عندك يا بن لاحج شواهين محمد بن مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية، ونعود إلى التوقيت الزمني، وهذه ملفتة الذي لفتت الأنظار بأدائها الجميل وانقضاضها على الناموس والفوز في الأمتار الأخيرة. قدمت توقيت زمني مقداره 6 دقائق 11 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن دحروي العامري، وسلاماتنا لأهالي مرقم في هذا الفوز المستحق اليروى. وصلت في المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي 6 دقائق 13 ثانية بالوفة والتمام، تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث البويضة وصلت في المركز الثالث مشاهدي الأعزاء ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي، توقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، الأشواط تتوالى.